تمام يا شباب، يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنخلص مع بعض بقى الشابتر الكيموثيرابي ونخلص مناهج الفارما مع بعض. كنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن الاساسيات او البرنسبل بتاعت الانتي ميكروبال ايجنت او الكيموثيرابي دراج، وبعد كده اتكلمنا عن البنسلين والسفالوسبورين او الكيفالوسبورين. نبدا النهارده ان شاء الله في علاجه جديده، عيله الكاربابينازيم. تمام، الكاربابينام. تمام، قال لك الاول اي حاجه انا شادد تحتها خط، دي التحديدات اللي الدكتور محددها في الشابتر. تمام، يبقى اي حاجه تحتها خط دي التحديدات بتاعت الدكتور. طيب، قال لك الكاربابينيم ده اي دواء في كلمه بينيم. تمام، الدكتور برضو محدد الاسمين دول، ايميبينيم والميروبينيم. تمام، طيب قال لك دول اكتيف اجنست انترو بكتيريا، اللي هي البكتيريا اللي موجوده في الانترو جي اي تي اللي هي الامعاء. تمام، والاكتينو بكتيريا والكليبسيلا اللي موجوده في الجهاز التنفسي. طبعا احنا مش هندرس، مش هنشغل بالنا هي ايه اكتيف اجنست مين. تمام، هي الكاربابينيم وخلاص. تمام، طيب قال لك هي بيتا لاكتام انتويتك. تمام، يعني فيها بيتا لاكتام رينج. تمام، طيب قال لك ويز وايد سبيكترم، يعني لها مدى واسع. سو كان انهبيتد بيتا لاكتاميز انزيم، يعني ايه؟ يعني قال لك انها بتروح فاكر حضرتك الانزيم اللي هو كان اسمه البيتا لاكتاميز اللي كان بيكسر البيتا لاكتام رينج، اهو نفس الكلام عشان هي بيتا لاكتام برضه بتتكسر البيتا لاكتاميز ايه انزيم. فانا عملت حطيت فيها مواد وعدلت فيها علشان حطيت فيها مواد عشان اعمل انهبيشن للبيتا لاكتاميز ده فتعرف تشتغل، فبالتالي هي بتعمل انهبيشن للبيتا لاكتاميز انزيم عشان تعرف تشتغل. البيتا لاكتاميز ده اللي هو كان البكتيريا بتفرزه كان يكسر البيتا لاكتام، وده كان من اسباب الريزيستنس بتاعت المضاد الحيوي. طيب قال لك كمان الميروبينيم عنده جود اكتيفيتي اجينست السودوموناس. تمام، السودوموناس دي من البكتيريات الرخمه. تمام، زي ما احنا قلنا قبل كده، يبقى الميروبينيم من السودوموناس اهو ام ام وام. تمام، طيب قال لك طيب بالنسبه للامبنم، قال لك الامبنم بيطلع من الكدني. تمام، طب اللي بيطلع من الكدني ده مش ممكن يعمل نيفروتوكسيك؟ قال لك يبقى هو بيعمل نيفروتوكسيك ميتابوليزم. تمام، طيب طب انا كده لو انا خدت الامبنم ده ممكن الكليه بتاعتي تتدمر؟ لا، ما انا هحطه مع حاجه اسمها كليستاتين. تمام، او السيلاستاتين. تمام، الكليستاتين ده بيعمل ايه؟ بيروح يعمل انهبيشن لحاجه الانزيم اسمه دي هيدرو بيبتيديز. قال لك الدي هيدرو بيبتيديز ده هو اللي كان ايه الميفلوك ميتابوليزم اللي هو بيروح يدمر الكلى. فانا لما احط على الامبنم كلاستاتين الكلاستاتين هيمنع الانزيم ده ان هو ايه يشتغل اللي هو ايه الدي هيدرو بيبتيديز. تمام، يبقى انا اعرف ان الامبنم خطر على الكلى. ليه؟ لانه بيطلع حاجه اسمها الدي هيدرو بيبتيديز، انزيم الدي هيدرو بيبتيديز. طب انا لو عايز امنع الموضوع ده انه يحصل اضيف على الامبنم كلاستاتين. تمام، طيب قال لك اهوت همنع النيفروتوكسيك ميتابوليزم. طيب بالنسبه للايه اللي هو الميروبنم، قال لك لا الميروبنم مش هحتاج اللي هو ايه اضيف عليه الايه والكلاستاتين. ليه؟ لانه امن على الكلى. تمام، ملوش دعوه بالكلى. طيب قال لك بعد كده عندي احنا عارفين ان انت ميكروبال ايجنت او كيموثيرابي بيتقسموا لحاجات بتعمل انهبيشن للسيل وول. تمام، اللي هي بتدمر الجدار بتاع الخليه، وحاجه اسمها بتعمل انهبيشن للبروتين سينثيز بتوقف تصنيع البروتين بتاع الخليه، فبالتالي الخليه تموت ما تموتش فتموت. تمام، طيب قال لك احنا عرفنا من السيل وول سينثيز كنا عرفنا البنسلين والكيفالوسبورين وخلاص عرفنا كمان نوع النهارده ايه الكاربابينيم. تمام، قال لك في حاجات تانية زي ايه؟ قال لك زي البكتراسي. تمام، وهندرسه. وقال لك هو بيستخدم كتوبيكال. تمام، يعني دهان موضعي ما بيستخدمش ايه حبوب ولا كده. ليه؟ قال لك عشان هو بيعمل نيفروتوكسيك، ما ينفعش ادي حبوب فيدخل على الكلى يدمر لي الكلى، لا هدي توبيكال هعمله مرهم او دهان وادهنه. طيب قال لك في دواء كمان اسمه فوسفومايسين، قال لك في دواء كمان اسمه سايكلوسيرين. تمام، السايكلوسيرين ده خد بالك لان الدكتور ركز عليه وقال لك ان السايكلوسيرين ده بيعمل نيورو سايكاتريك بروبلم، يعني بيعمل مشاكل في النفسيه مشاكل نفسيه وعصبيه. تمام، زي سيجر الصرع وتريمورز ايه رعشات. تمام، يبقى السايكلوسيرين بيعمل نيورو سايكاتريك بروبلم. طيب قال لك بعد كده العيله اللي معايا بعد كده اسمها المونوباكتام. تمام، مونوباكتام، ومن اسمها كلمه باكتام يبقى اكيد فيها ايه بيتا لاكتام رينج. تمام، طيب قال لك طب مثال عليها، قال لك الازيترونيم. تمام، ازيترونيم من المونوباكتام. طيب قال لك المونوباكتام دي بتشتغل على ايه؟ قال لك على الجرام نيجاتيف باسيلاي. تمام، الجرام نيجاتيف باسيلاي.
طيب قال لا برضه دي تحتها خط، يبقى الدكتور اللي ايه اللي محددها، قال لك دي الاونلي بيتا لاكتام ذات يوز ان بيشنت ويز اليرجي تو بنسلين اور كيفالوسبورين، يعني لو حد عنده حساسيه من البنسلين او الكيفالوسبورين ممكن استخدم له المونابكتام ده او الايه الازيترونيم، تمام، علشان هو ما بيعملش حساسيه، تمام. طيب قال لك خد بالك، يعني كان البنسلين والكيفالوسبورين ما كانوش بيشتغلوا على المايكوبكتيريا، تمام، المايكوبلازما، تمام. طب ليه ما كانوش بيشتغلوا على المايكوبلازما؟ عشان ما كانش عندها سيل وول. طيب وكذلك البكتيريا كل اللي بيشتغلوا على الايه على الاي كل اللي بيعملوا انهبيشن للسيل وول وما ينفعش يشتغلوا على المايكوبلازما لان ما عندهاش سيل وول. طيب قال لك بعد كده العيله اللي بعد كده عندي حاجه اسمها الفانكومايسين، تمام. لو تفتكر الفانكومايسين ده احنا قلنا اسمه قبل كده كان بيعالج الميرسا اللي هي الميسيلين ريزيستنس ستاف اوريس، تمام. طيب قال لك حضرتك ده بيبقى جلايكوبيبتايد انتيبايوتيك، تمام، مضاد حيوي جلايكوبيبتايد ماسك شويه ايه سكريات مع بعض. طيب قال لك هو برضه سيل وول سينثيتيك انهبيتور، تمام، بيدمر السيل وول. قال لك بكتيريوسايدر، اي حاجه بتدمر السيل وول يبقى بكتيريوسايدر على طول اللي هي بتقتل البكتيريا، تمام. طيب قال لك نارو سبيكترم اوف اكشن، يعني ما بيشتغلش على بكتيريات كتير. طيب قال لك بيشتغل على مين؟ قال لك اكتف اجينست الميرسا، خلاص احنا عرفنا اللي هو النيزيسيلين ريزيستنس ان ستاف اوريس، وده الدراج اوف تشويس، يعني لو حضرتك حصل ريزيستنس من الستاف اوريس من الميزيسيلين بديها ايه؟ بديله فانكومايس. طيب قال لك كمان بيشتغل على الكوليستريديم، تمام، الكوليستريديم في دي برضه من انواع البكتيريا، تمام، بتعمل حاجه مهمه جدا اسمها سودوممبرينوس كولايتس. ايه سودوممبرينوس كولايتس ده؟ قال لك حضرتك ده بيبقى التهابات، كلمه كولايتس التهابات في القولون، وسودوممبرينوس يعني غشاء كاذب، بيحصل التهابات في القولون بتعمل حوالين القولون كده، الالتهاب يعمل حوالين القولون كانه غشاء، تمام، يعني كان حاجه لفه حوالين القولون كده، بس ده سودوممبرينوس ايه كاذب، شويه فلويد وشويه اكسيودات وشويه خلايا ميته بتتجمع حوالين القولون وتعمل التهابات، فبيسميها سودوممبرينوس كولايتس، غشاء الكاذب اللي حوالين الايه القولون، تمام. طيب قال لك كمان بتشتغل على الانتروكوكاي اللي هي موجوده في الامعاء، قال لك كمان بتشتغل على البنسلين ريزيستنت نيموكوكاي، النيموكوكاي اللي هي بتصيب الجهاز التنفسي اللي عندها ريزيستنس من البنسلين. طيب بالنسبه للسايد افكت، السايد افكت الدكتور ركز عليها جدا وقال انها مهمه، تمام. طيب السايد افكت بتاعت الفانكومايسين ايه؟ قال لك الريد مان سندروم، الريد مان سندروم ده بتعمل فازودايليشن في البلاد فيزل اللي في الوش، فتخلي الشخص ده وش الاحمر ليه من كتر الدم اللي ماشي فيه، فسميتها ريد مان سندروم متلازمه الرجل الاحمر، تمام. قال لك كمان بيعمل نيفوتوكس، يعني بيدمر الكلى. قال لك كمان اوتوتوكسيك، اوتوتوكسيك يعني بيدمر السمع، بيدمر الاذن، تمام، بيبوظ السمع، حاسه السمع تبوظ عند الشخص ده، يعني خد بالك ان الشخص اللي بياخد فانكومايسين ممكن يجي له اوتوتوكسيستي يبقى ما بيسمعش. طيب قال لك خد بالك ان الفانكومايسين نوت ابزوربابل اورال، يعني ما ينفعش ياخد حبوب، ما بيتاخدش حبوب، تمام. طيب قال لك بس انا ممكن استخدمه حبوب في حاله واحده، في حاله الايه العلاج بتاع السودوممبرينوس كولايتس ده. طب ليه؟ هو حضرتك مش الكولون ده موجود في الجهاز الهضمي، فانا عايز حاجه اورال عشان تدخل على الجهاز الهضمي، ما ينفعش اخد اي في مثلا او اي ام، تمام، فبالتالي باخد الفانكومايسين الحاله الوحيده اللي اخدها اورال فيه اللي هي الايه السودوممبرينوس ايه كولايتس. طيب قال لك بعد كده نيجي على العيله اللي بعد كده اللي هي اسمها ماكرولايدز، قال لك الماكرولايدز دي برضو الدكتور قال لك انا عايزك تعرف اسمين بس، الاريثروميسين والازيثروميسين، بس هي اي دواء في كلمه مايسين، تمام، اي عيله دواء فيها كلمه مايسين دي تبقى تبع الماكرولايدز، هي المشكله بس في الكيموثيراب انها كتير وعائلات ادويه كتير واسماء كتير، فهي يعني واحده واحده كده تبدا تذاكرها بالراحه وتحفظها بالراحه وان شاء الله الدنيا هتظبط معاك. طيب قال لك الماكرولايدز دي احنا خلاص كده احنا يعني احنا عرفنا كل اللي احنا خدناه في الاول كان بيعمل انهبيشن للايه للسيل وول بتاع الخليه. طيب نبدا بقى من الاول دلوقتي على البكتيريوستاتيك، نبدا ناخد بقى نشوف البكتيريوستاتيك ده كان بيعمل اللي هو كان بيعمل انهبيشن للسيل وول للبروتين سينسيز اللي بيعمل انهبيشن لتصنيع البروتين. طيب هو مين اللي بيصنع البروتين؟ عندك الريبوزوم، تمام، الريبوزوم هو العضو الاورجانيل اللي بيصنع البروتين. طب انا ايه رايك لو انا وقفت الريبوزوم ده، تمام كده انا لو وقفت الريبوزوم وقفت البروتين سينسيز؟ قال لك الريبوزوم احنا عارفين انه من هيستولوجي بيتكون من سب يونت، تو سب يونت، سب يونت اسمها 50 وسب يونت اسمها 30، تمام، فانا اخترعت ادويه بتروح تمسك في السب يونت ال 50 ف
فما تخليهاش تمسك في الصب يونت 30 وما تصنعش بروتين، واقترحت ادويه ثانيه بتروح تمسك في الصب يونت 30 توقفها عن الشغل وما تخليهاش تصنع بروتين. طيب قال لك اول حاجه المايكرولايدز، المايكرولايدز انا قلت لك ان هو بكتيريوستاتيك. طيب بيمسك في الخمس في الخمسين صب يونت ولا 30 صب يونت؟ بيمسك في 50 صب يونت ريبوزوم، بيمسك في الخمس في الوحده في ال... في وحده اللي هي 50 صب يونت في بتاعه الريبوزوم. طيب قال لك هو بيتاخد بيحصل له ابزوربشن اورال عادي. طيب قال لك خد بالك ان من ضمن الماكرولايدز كلها الازيثروميسين ده اطول دواء ممكن يشتغل، عنده اطول تي هاف، تمام، ذا لونجست تي هاف اللي هو الايه الازيثروميسين. طيب طيب ايه لو عايز اقيسها حرف الايه وحرف الزد، حرف الايه اول حرف في الانجليزي وحرف الزد اخر حرف في الانجليزي، فمعنى ذلك ان الكلمه فيها اول حرف واخر حرف يبقى معنى ذلك فيها حروف كتير في النص، فدي اطول كلمه، تمام، واخد اول حرف واخر حرف. طيب قال لك الاريثروميسين بيطلع منين؟ بيطلع عن طريق البايل اللي هي العصاره الصفراويه، وعنده مدى واسع زي البنسلين، يعني بيشتغل على نفس الحاجات اللي البنسلين بيشتغل عليها، مننجيتس والكلام ده كله، تمام. طيب قال لك خد بالك ان هو نوت ستيبل ان اسيد، يعني بيتكسر بالاحماض. طب انا اللي بيتكسر في الاحماض ده يبقى ما ينفعش احطه في اديل اديل الشخص كده ينزل في المعده يتكسر، لا. طب انا اعمل ايه؟ قال لك هحوط الكبسول او اغلف الكبسول بحاجه اسمها انتريك كوتد كبسول، هغلفه بمعطف كده يقاوم الايه اللي يقاوم الاسيد بتاع الاستومك كده، تمام. فهتلاقي على الحبايه بتاعت الماكرولايدز دي الحبايه عليها طبقه كده ايه، يعني طبقه حمايه كده، طبقه جيلاتينيه حمايه كده اسمها انتريك كود تابلت، عشان هي بتتكسر بالاسيد بيتش بتاع الايه بتاع الاستومك. طيب قال لك الاريثروميسين بيدخل الانترو هيباتيك سيركيوليشن، اكيد هيدخل الانترو هيباتيك سيركيوليشن اللي هي الدوره الكبديه والمعويه عشان يطلع من البايل. قال لك خد بالك ان الاريثروميسين ده انا كنت بقول لك في الميتابوليزم جنرال ان هو كان انزيم انهبيتور. يعني ايه انزيم انهبيتور؟ يعني بيوقف الميتابوليزم بتاع الادويه الثانيه، فلو اتبدل الاريثروميسين مع دواء ثاني لازم اخد بالي واظبط الجرعه عشان الاريثروميسين هيقلل الميتابوليزم بتاع الدواء ده فما يحصلش توكسيستي من الدواء اللي انا باخده الثاني ده، تمام. قال لك بيزود الجي اي تي موتاليتي، بيزود حركه الجهاز الهضمي. طيب قال لك بالنسبه ليوز بقى للسوامات، قال لك بيستخدم في علاج الاتيبيكال نمونيا باي مايكوبلازما، يعني بيستخدم في علاج الالتهاب الرئوي اللي مسببه المايكوبلازما. ما انا قلت لك ان المايكوبلازما ما كنتش بيشتغل على حاجه من الحاجات اللي فوق كلها، ليه؟ لان ما عندهاش سلو. طب ابدا اشتغل بقى على المايكوبلازما ازاي؟ ان انا اشتغل لها بالبكتيريوستاتيك اللي هو حاجه بتوقف البروتين اللي هي الايه الماكرولايدز، تمام. يبقى الماكرولايدز بتعالج الايه المايكوبلازما. قال لك هي دراج اوف تشويس اوف ووبنج كاف او البريتيوز، البريتيوز ده او الوبن كاف ده اللي هو السعال الديكي، بتبقى كحه جديده، بتبقى كحه جديده عن اللازم، تمام، مش كحه عاديه، لا كحه جديده اللي هي السعال الديكي اللي هي البريتيوز ستايل. قال لك كمان الماكرولايدز ده اهو، الماكرولايدز ده بيستخدم في ايه؟ بيستخدم في علاج حاجه اسمها الدفثيريا، الدفثيريا دي من انواع البكتيريا، تمام؟ حلو. قال لك كمان توبيكالي ان تريتمنت اوف اسينايل، اللي بيعالج حب الشباب لو عملته مرهم وبعالج بيه حب الشباب الاسينايل، تمام؟ طيب. قال لك كمان بيعالج حاجه اسمها الليستيريا، تمام، برضو من انواع البكتيريا. الحاجات اسماء البكتيريا دي ما تشغلش بالك بيها، تمام. انت الحاجات اللي انا معلمك عليها بالاحمر او شايف لك تحتها خط دي للدكتور محددها بس، غير كده ايه يعني مش هيجي يقول لك يسيب كل استخدامات الماكرولايدز ويقول لك ايه بيستخدم في الليستيريا، لا، تمام، يعني خليك ايه ذاكر كده وانجز نفسك وانت بتذاكر. طيب قال لك كمان بيستخدم كبروفلاكسيس اوف روماتيك فيفر اف اليرجي تو بنسلين. احنا عارفين ان الروماتيك الشخص اللي عنده روماتيك فيفر بياخد ايه؟ بياخد بنزاسين بنسلين اللي هو كان لونج اكتنج، بيغيب فتره طويله في الجسم. طب افرض الشخص ده عنده حساسيه من البنسلين، اديله ايه؟ اديله الماكرولايدز، تمام. يبقى الماكرولايدز بيشتغل في البروفلاكسيس بتاع الروماتيك فيفر اف بنسلين از اليرجي، لو الشخص ده عنده حساسيه من البنسلين. طيب قال لك السايد افكت، قال لك السايد افكت والدكتور برضه ركز عليها، من السايد افكت الغالبيه بتاعت السايد افكت دي بتاعت الاريثروميسين اسوليت ده اللي هو الملح اللي هو البودره يعني بتاعت الدواء، اللي هو حضرتك لو شفت مضاد حيوي بيبقى معاه في ازازه كده، ازازه ميه وازازه ثانيه فايال كده بيبقى فيه بودره، هي البودره دي اللي اسمها ايزوتيليه، تمام، الايزوتيليه، تمام. طيب قال لك بتعمل ايه؟ قال لك اول حاجه بتعمل كوليستريتيك جانتز، يعني ايه؟ بتزود العصاره الصفراويه،
بتزود افراز الايه الكبد من العصاره الصفراويه والانزيمات الهضمه بتاعته. قال لك كمان بتعمل كيوتي وكيوتي برولنجيشن. قلت لك في الاي سي جي او رسم القلب بيبقى فيه بتلاقي رسم القلب كده واخد فتره اطول من اللازم، يعني لو رسم القلب بيشتغل كده لا هي هتلاقيها بتشتغل كده تمام، في فتره في برولونجيشن او في برولونجيشن في الكيو تي تمام. الكيو تي دي من فترات الايه الاي سي جي. طيب قال لك كمان الاريثروميسين قلنا ان هو انزيم انهبيتور، يعني بيقلل تاثير التكسير للادويه الثانيه، فبالتالي لازم اخلي بالي لو انا هعمل له انتر اكت ويز اذر دراج. طيب قال لك بعد الماكرولايت ندخل على عائله ثانيه اسمها اللينكوزمايد تمام. اللينكوزمايد ده دول او اللينكوزمايد برضو بينتهوا باختصار كلمه بالاختصار اللي هو مايسن. طيب قال لك زي ايه؟ قال لك زي الكليندامايسين واللينكومايسين تمام. كليندامايسين واللينكومايسين، والكليندامايسين اشهرهم. طيب قال لك برضه دول بكتيريو ستاتيك ولا بكتيريو سايدال؟ بكتيريو ستاتيك. هيمسكوا في ال 50 ولا 30 سب يونت؟ هيمسكوا في ال 50 سب يونت. هم نفس زي الماكرولايد بالظبط، ما هم نفس العيله بتنتهي بكلمه مايسن تمام، فاكيد بيشتغلوا زي بعض، او حتى هو بيقول لك اهو زي الماكرولايد بالظبط. طيب قال لك هايلي بروتين باوند. يعني ايه هايلي بروتين باوند؟ يعني بيمسك في البروتين بصوره كبيره، بيمسك في البلازما بروتين بصوره كبيره. فاكر البلازما بروتين اللي هو الالبيومين؟ لما حاجه بتمسك فيه بصوره كبيره معنى ذلك انها بتعمل ايه؟ بتطرد الادويه الضعيفه، ما ينفعش تشد مع اللينكوزمايد دواء ضعيف تمام. طيب قال لك كمان عنده هاز سي ان اس بنتريشن، يعني بيعدل السي ان اس، يبقى اكيد هو بيدوب في اللي في الليبت تمام. طيب واكيد هيبقى لي اكشن على السي ان اس. حلو. قال لك بيتاخد اورال وبيتاخد اي في. طب بالنسبه للسايد افكت قال لك بيعالج السودو ممبرينس كولايتس اللي احنا كنا اتكلمنا عنها من شويه تمام. قال لك زيه زي مين؟ قال لك زيه زي السيفترياكزون والسيفوتاكزيم. فاكر السيفترياكزون والسيفوتاكزيم اللي هم كانوا في الكيفالوسبورين؟ اهو برضو دول كانوا بيعالجوا السودو ممبرينس كولايتس. يبقى احنا كده عندنا كام واحد بيعالج السودو ممبرينس كولايتس؟ عند السيفترياكزون، عند السيفوتاكزيم، عند اللينكوزمايد، وعندي كمان اللي انا لسه قايله اهوت من شويه اهو سودومبرينس. بيعالج السودومبرينس اللي هو كان اسمه ايه؟ الفانكومايسين اهو تمام. الفانكومايسين كان بيعالج السودومبرينس كولايتس تمام. يبقى احنا كده عندنا قلت لك الادويه اللي لحد دلوقتي بتعالج السودومبرينس كولايتس هي ايه. طيب قال لك بعد كده الاستخدامات بقى بتاعت الايه، بتاعت اللينكوزامايد دول دي ايه؟ قال لك الاستخدام بتاعته بستخدمه كتوبيكال تمام، مرهم تمام. توبيكال كليندامايسين يوزد ان الاركس اوف اسيناي. ما هو زي الماكرولايدز، الماكرولايدز كان بيعالج الاسيناي، توبيكال اهو برضه هعمل نفس الكلام، هعالج الاسيناي حب الشباب توبيكال برضه. قال لك هو افكتيف في الانيروبيك بكتيريا، يعني البكتيريا اللاهوائيه، يعني ما ينفعش بكتيريا هوائيه تيجي يعديها اللينكوسامايد مش هيشتغل، لازم بكتيريا لا هوائيه. قال لك كمان بيستخدم في علاج التوكسوبلازموز. التوكسوبلازموز دي قال لك التوكسوبلازموز ده حضرتك مرض بتسببه دوده اسمها توكسوبلازما تمام. التوكسوبلازما دي من انواع الديدان اللي بناخدها في البارة، هتاخدوها الترم الثاني ان شاء الله. فمن انواع الحاجات اللي بتعالج التوكسوبلازموز دي هي اللينكوزومايد تمام. طيب قال لك اللي فات كان اسمه لينكوزومايد، تعال بقى على حاجه اسمها لينوزولايد تمام. ما تلخبطش بين الاثنين. قال لك اللينوزولايد زي ايه؟ قال لك زي دواء اسمه اوكسو زوليدونادون تمام، اوكسو زوليدونادون. حتى في كلمه زولايد، كلمه زولايد تمام، الاثنين مع بعض. طيب قال لك هو بكتيريو ستاتيك ولا بكتيريو سايدال؟ قال لك برضه بكتيريو ستاتيك. طيب يبقى طب هيمسك في ال 50 ولا 30 رايبوزوم؟ قال لك هيمسك في ال 50 رايبوزوم. قال لك كمان اهو بانهبيت البروتين سينسيز، بيوقف تصنيع البروتين. طيب قال لك اللينوزولايد ده بيبقى افكت ان تريتمنت اوف ميرسا اند فيرسا. طب خلاص ميرسا احنا عرفنا ان هي الميزيسيلين ريزيستنس اوف ستاف اوريس. طب ايه الفيرسا دي بقى؟ قال لك الفيرسا واحنا مش لسه واخدين ان الدواء اللي هو اسمه فانكومايسين كان بيعالج الميرسا. طيب قال لك الفانكومايسين حصل منه ريزيستنس كمان، يعني بقى الفانكومايسين كمان ما بيعالجش الميرسا، لا ده بقى البكتيريا مقاومه ليه فاصبح في فيرسا. يبقى في فيرسا ميرسا اللي هي ميزيسيلين ريزيستنس ستاف اوريس، والستاف اوريس كمان قاومه الفانكومايسين، فبقى في حاجه اسمها فيرسا اللي هي فانكومايسين ريزيستنس ستاف اوريس تمام. طب ايه لو يبقى انا كده خد بالك لو انا عندي ستاف اوريس هعالج اول حاجه بايه؟ بالميزيسيلين. طب لو قامت الميزيسيلين هديها ايه؟ فانكومايسين. طب لو قامت الفانكومايسين واصبح عندي فيرسا هديها ايه؟ هديله إيه؟ اللينوزولايد تمام. طيب كده احنا عرفنا التريتمنت بتاع الستاف اوريس هو هيبقى عامل ازاي، وعرفنا ان عندي فيرسا وعندي ميرسا.
طب المرسك كنت بستعمل ايه؟ كنت بستعمل فانكومايسين. طب الفيرس هستعمل ايه؟ هستعمل لينوزولايد. طب بالنسبه للسايد افكت بتاعت اللينوزولايد، قال لك اول حاجه ثرومبوسايتوبينيا بيقلل الصفائح الدمويه، قال لك نيتروبينيا بيقلل كرات الدم البيضاء فيقلل المناعه، قال لك لذلك لازم اعمل بلاد مونترنج، لازم اعمل اختبار للدم وسي بي سي وتحاليل للدم علشان ايه؟ اراقب الدم، اشوف الدم بيعمل بيحصل فيه ما، ممكن حضرتك الصفائح الدمويه تقل الفتره بصوره كبيره فالشخص ده يدخل مني في نزيف، تمام؟ فانا لازم ابقى متابع الموضوع كويس. قال لك كمان بيحصل في حاجه اسمها سيروتونين سيندروم. ايه السيروتونين سيندروم دي حضرتك؟ السيروتونين سندروم دي حضرتك مرض بيحصل فيه خلل في افراز هرمون السيروتونين، فبالتالي بيأثر على الجهاز العصبي، يبدا في فيفر ويبدا في سيجرز كده ورعشات وكلام من ده، تمام؟ السيروتونين سندروم. طيب قال لك من برضو من عيله اللينزولايد، انا قلت انها من دواء اسمه اوكسازولودين، تمام؟ اوكسازولودين، تمام. طيب من نفس العيله برضو اللينزولايد في دواء اسمه الستريبتوجرامين، تمام؟ او الستريبتوجرامين. الستريبتوجرامين ده هو مش دواء واحد، هو عباره عن دوائين مخلوطين ببعض، دواء اسمه كواين بريستين ودواء اسمه دالفوبريستين، الاثنين فيهم كلمه بريستين. وقال لك خد بالك من الاسمين كويس عشان الدكتور قال انهم مهمين، وبيعمل لهم كومباينيشن الاثنين مع بعض، يعني بحطهم الاثنين مع بعض عشان يطلعوا لي حاجه اسمها ستريبتو جرامين. طيب بحطهم بنسب مش اي حاجه، قال لك الكوانوبريستين نسبته بتبقى 30%، طب الدالفوبريستين قال لك بتبقى نسبته 70%، يبقى النسب خد بالك عشان الدكتور ركز على النسب، يبقى الستريبتو جرامين بحط كوانوبريستين ودالفوبريستين الاثنين مع بعض بنسبه 30 ل 70. طيب هم بكتيريوسايدك ولا بكتيريوسايدال؟ قال لك هم بكتيريوسايدال، تمام؟ بس يعني هم بكتيريوسايدال، بس حضرتك كمان بيروحوا يمسكوا في البايندينج 50 ريبوزوم، يعني برضه بيمسكوا في الريبوزوم اللي هو ايه 50، تمام؟ طيب يعني هو كده ليه افكت البكتيريوسايدال اهو، هو بيعمل بكتيريوسايدال بيموت الخليه. طب بيموتها عن طريق ان هو بيعمل كمان، يعني مش بس بيموتها، لا بيعمل كمان بايندينج تو 50 ريبوزوم، بيروح يمسك كمان في الايه في ال 50 ريبوزوم، ولكن هو بكتيريوسايدال. يعني هو لو قال لك بكتيريوسايدال ولا بكتيريوسيتيك، لا اختار الايه ان هو بكتيريوسايدال. طيب الاستخدام بتاعته قال لك برضه هستخدمه زي اللينزولايد بالظبط اللي هو ايه ميرسا وفيرس، تمام؟ قال لك كمان بنزل ريزيستنس النيموكوكاي، قلت لك اللي هو النيموكوكاي اللي هي بتعمل عدوى الجهاز التنفسي او التهاب الرئوي بقت مقاومه للبنسلين، ممكن استخدم بقى الايه الستريبتوجرامين. طيب قال لك كمان الماكرولايدز ريزيستنس، يعني لو حصل البكتيريا اصبحت مقاومه للماكرولايدز ممكن اديله الايه الستريبتوجرامين، تمام؟ طيب زي الفل. قال لك بعد كده نيجي على من اشهر واهم العائلات اللي موجوده معايا التتراسايكلين، تمام؟ من اشهر واهم عائلات المضادات الحيويه اللي موجوده وعندي في المنهج. قال لك طيب بكتيريوستاتيك ولا بكتيريوسايدال؟ السؤال بتاع كل مره بكتيريوستاتيك. طيب طالما بكتيريوستاتيك يبقى هيمسك في ال 30 ولا ال 50؟ قال لك اول واحد يمسك في ال 30 اهو التتراسايكل. طب فكرني بال 30 ان هو اسمه تترا، حتى باللاتيني 3 يعني تتر، تمام؟ يبقى تترا 30. طيب حلو زي الفل. قال لك منهم بينقسم لشويه عائلات شورت اكتنج وايميديت اكتنج ولونج اكتنج، يعني واحد حابب يشتغله فتره صغيره وبعد كده متوسطه وحاجات بتغيب شغاله فتره طويله. طيب قال لك الدكتور برضو حدد اسماء ادويه تعرفه، قال لك الشورت اكتنج طبعا العيله اي حاجه فيها كلمه سايكل، تمام؟ اول حاجه في الشورت اكتنج التترا سايكل، تمام؟ والكلوترو سايكلين، تمام؟ الكولتيترو سايكل. قال لك بعد كده بقى للدكتور ركز عليه حاجه اسمها اوكسيتو تراسايكل، تمام؟ اوكسيتو تتراسايكل، اوكسي تتراسايكل، التتراسايكل اهو وحطيت عليه كلمه اوكسي، تمام؟ طيب زي الفل. والدكتور ركز على الاوكسي تتراسايكل بالذات. طيب بعد كده قال لك الانترميديت اكتنج، يعني اللي بيشتغل فتره متوسطه، قال لك زي ايه؟ قال لك دواء اسمه الديميكلوسايكلين، ديميكلوسايكلين، ديميكلوسايكلين. طيب بعد كده لونج اكتنج، قال لك الدوكسيسايكلين، دوكسيسايكلين والمينوسايكلين، دوكسيسايكلين والمينوسايكلين، والدكتور ركز على الدوكسيسايكلين وحددها. طيب قال لك اللي بعد كده هو ليس ابزوربشن اوز فوت والكالسيوم والايرون والملك، يعني ما لو انا هاخد تتراسايكلين ما اخدوش ساعه الاكل، ما اخدوش لو انا هاخد كالسيوم، لو انا هاخد ايرون، لو انا هاخد شرب حليب، تمام؟ كل دول بيوقف بيقللوا الابزوربشن بتاع الايه التتراسايكل. طيب قال لك كمان التتراسايكلين بيكروس البلاسينتا وبيأثر على الجنين، يعني معنى ذلك ان هو بيعمل تراتوجينست تشوهات في الجنين، فلذلك همنع ان انا استخدمه في الحمل، تمام؟ طيب حتى انا كنت بستعمله كدواء اكس لو حضرتك فاكر في الكاتيجوريز بتاعت الحمل.
قال لك بعد كده تترا سايكل بيطلع اساسا في اليورين، تمام، ما عدا الدواء واحد اسمه الدوكس سايكل اللي هو كان لونج اكتنج اهو، دوكس سايكل اللي هو كان لونج اكتنج بيطلع في البايل. طيب قال لك خد بالك ان الدوكس سايكل ترى ما بيطلعش في اليورين، يبقى هو امن في اليورين في على مرضى الكلى، تمام، او الدوكس سايكل سيف ان رينال ترانسبلانت، يعني لو واحد زرح كلى بيبقى احنا خايفين على الكلى بتاعته دي لان هي كلى واحده اللي شغاله، فببقى خايف من الادويه شويه، فمن الادويه الامنه في الحالات ديت اللي هي الدوكس سايكل، يبقى معنى ذلك ان الدوكس سايكل ملوش ايه، ملوش اخطار على الكدني. ليه؟ لان هو ما بيطلعش في الكدني، بيطلع في البايل، على عكس بقى التتراسايكلين اللي بتطلع في اليورين. طيب الاستخدام بتاعت التتراسايكلين قال لك هو الفيرست لاين دراج اجينست الريكيتزيا والكلاميديا الانفكشن. الريكيتزيا والكلاميديا الانفكشن دول اللي بيعملوا التيفود، تمام، مرض التيفود اللي احنا عارفينه. يبقى الشخص اللي بيبقى عنده تيفود بيبقى بسبب بكتيريا اسمها ريكيتزيا وكلاميديا الانفكشن. طب بستخدم له دواء ايه؟ بستخدم له الدواء اللي هو التتراسايكلين. قال لك كمان بروفلاكسس للبلاج، البلاج اللي هو الطاعون. قال لك كمان الديموكسسايكلين از دراج اوف تشويس اوف اس اي اي دي اتش، تمام. ايه اس اي اي دي اتش ده؟ احنا عارفين كلنا هرمون الاي دي اتش اللي هو الهرمون المضاد للادرار البولي اللي بيحبس ميه في الجسم، تمام. طيب قال لك اس اي، تفكرك من كلمه استيميوليشن، يعني الاس اي اس اي اي دي اتش ده اللي عباره عن ايه؟ عباره عن ان الاي دي اتش كميته زياده في الجسم، فحبس ميه كتير في الجسم، فالجسم مليان ميه، تمام. الديموكسسايكلين بيعالج الحكايه دي. قال لك كمان ان التتراسايكلين ده ار اكس اللي هو العلاج، يعني السيكشوال ترانزميت ديزيز، اي امراض بتتنقل عن طريق الجهاز التناسلي هو بيعالجها التتراسايكلين ده. قال لك كمان اليونري تراكت انفكشن، اي عدوى في الجهاز البولي بيعالجها التترا سايكل. طيب قال لك المينوسايكل، المينوسايكل ده اللي هو كان لونج اكتن لو تفتكر، تمام. طيب قال لك المينوسايكلين ده بروفلاكسس في المينينجايتس اللي هو التهاب الاغشيه السحائيه، زي كان برضو مين اللي بروفلاكسس ومينينجايتس كان في اللي هو كان مين اللي بيعالج المينينجايتس فوق، كان البنسلين لو حضرتك فاكره، بالذات بنسلين جي كان بيعالج المينينجايتس، كان دراج في تشويس اوف مينينجايتس، تمام. يبقى المينوسايكلين بيعالج المينينجايتس، بيقي من المينينجايتس اسب بروفلاكسس، تمام. طيب قال لك المينوسايكلين جود ليبيد ابزوربشن، يعني بيمتص في الدهون ولذلك بيعدل السي ان اس، تمام، لانه ما هو وصل المينونجايتس الاغشيه الصحيه لحنين المخ وبيعالجها، فمعنى ذلك ان هو بيدوب في الدهون، يبقى هو جود ليبيد ابزوربشن، يعني البايف والبايفلويت بتاعته 100%، يعني لو خدته لو خدت 10 مللي 10 مللي هم نفسهم اللي هيوصلوا للدم، ما فيش حاجه هتتكسر بالفيرست باز ميتابوليزم. طيب قال لك من الاستخدام بتاعته كمان ان هو انترافيلر دايريا كوزد باي الاشريشيا كولاي. الاي كولاي ده احنا قلنا ان هي من البكتيريا فلورا اللي عايشه في الامعاء بتاعتك. قال لك حضرتك الناس اللي بتسافر، لو حد بيسافر وجاله اسهال، تمام، ممكن يستخدم التتراسايكلين ده. ليه؟ ممكن هو مسافر مثلا كل حاجه او حاجه مش حاجه اكل ملوث، فايه فعمل له انفكشن بالايكولاي دي، فبالتالي انا ممكن اديله تتراسايكلين عشان اعالج الترافلر ايه دايري الاسهال اللي بيجي للشخص اللي بيسافر. قال لك كمان بيعالج البايلور انفكشن، برضو البايلور ده من انواع البكتيريا، برضو ما تشغلش بالك باسماء البكتيريا كتيره دي، تمام. طيب قال لك بالنسبه للسايد افكت، قال لك اول حاجه سوبرا انفكشن، هو ما انا قلت ان هو يعني هو مضاد حيوي قوي، فالمضاد الحيوي القوي اكيد هيعمل سوبرا انفكشن. وفهمتك ايه السوبر انفكشن دي؟ سوبر انفكشن قلنا ان احنا قضينا المضاد الحيوي القوي فقضى على البكتيريا النافعه في الجسم والبكتيريا الضاره، فجت بعد كده البكتيريا الضاره تدخل الجسم ما لقيتش البكتيريا النافعه اللي كانت بتضرها، فبالتالي عملت سوبر انفكشن، الجسم بقى عرضه لكل الميكروبات اللي موجوده او البكتيريا اللي موجوده في الايه في حواليه، تمام. قال لك كمان بالسايد افكت بتاعته دايريه، يعني هو بيعالج الدايريه بس هو حضرتك ما هو هيعمل سوبر انفكشن، يعني هيعمل هيدمر البكتيريا اللي موجوده في اللي موجوده في الجهاز الهضمي، تمام. البكتيريا اللي موجوده في الجهاز الهضمي دي بتمنع الاسهال، طب لما انا بموتها يبقى انا بعمل دايريه، بعمل السايد افكت بتاعته اسهال. طيب قال لك كمان بيعالج السودومبرينس كولايتس، تاني اهوت. يبقى احنا قلنا شوف قلنا كم مره السودومبرينس كولايتس، كان فانكومايسن وكان ماكرولايتس وكان لينزولايت، كل دول اللينوسومايت اسف، كل دول بيعالجوا السودومبرينس كولايتس. وما تقلقش ان شاء الله هجمع لك الامراض والحاجات دي كده في ورقه كده وابعتها لك، هتظبط لك الدنيا وتلم منك الشابتر زي الفل. قال لك كمان من السايد افكت بتاعته الجي اي تي بروبلمز، تمام، اللي هي دايريه اهي، ما احنا بنقول دايريه وسودومبرينس كولايتس، ما كل ده في الجي اي تي، يبقى هو بيعمل مشاكل في الجي اي تي. طيب
قال لك كمان بيعمل سودو تيومر سيربلاي، يعني بيعمل اعراض مشابهه لاعراض اورام المخ. يعني لو حد، لو الاعراض الشخص ده جاله سودو تيومر سيربلاي، يعني ممكن الدكتور يشخص اصلا ان هو عنده ورم في المخ، فيروح يعمل ام ار اي او رنين مغناطيسي ما يلاقيش عنده ورم، يبقى هو عنده سودو تيومر ايه سيربلاي. يعني السودو احنا عارفين كاذب، وتيومر سيربلاي اللي هو ورم في المخ، يبقى ورم كاذب في المخ. طيب قال لك كمان بيعالج، بيسبب اسف الفانكوني سيندروم. ايه الفانكوني سيندروم ده حضرتك؟ قال لك ده مرض بيصيب الكليه، فالكليه ما بتبقاش عارفه هي بتطلع ايه احنا عارفين ان الكليه المفروض ترشح، يعني ترجع حاجات للدم وترمي حاجات بره الجسم. الكليه بقى ما بتبقاش عارفه هي بتعمل ايه، ترمي حاجات الجسم محتاجها وترجع حاجات الجسم مش محتاجها وهكذا، اللي هي الفانكوني سندروم. طيب قال لك خد بالك ان الديموكسيسايكلين والدوكسيسايكلين بيعملوا فوتو سنسيتيفيتي، اللي هو حساسيه من الضوء. تمام، الديموكسيسايكلين والدوكسيسايكلين، الشخص ما يبقاش عارف يفتح عينه في الضوء. قال لك كمان المونوسايكلين بيسبب فيستيبولار توكسيستي، الفيستيبولار اللي هو الاذن يعني. تمام، يبقى المونوسايكلين بيسبب اوتو توكسيستي او الفيستيبولار توكسيستي او الاير توكسيستي زي ما انت عايز تسميها. طيب قال لك خد بالك ان التتراسايكلين بيعمل هيباتيك نكروزس ان بريجننت مذر، يعني لو ست حامل خدته بيدمر الكبد. تمام، بالكبد بتاع الام، ولذلك هو غلط في الحمل، يعني كونترا انديكيشن، ممنوع استخدامه في الحمل. ليه؟ لانه اولا هيدور الام، هو هيعمل لها هيباتيك نكروزس، كمان ان هو هيعمل تو فيتال يعني الجنين. تمام، توس انيمال ديسبليخيا وريتاردشن اوف بون جروس. خلاص الريتاردشن اوف بون جروس يعني هيبوظ ايه نمو العظام، مش هيخلي العظام تنمو. تمام، طيب قال لك ايه التوس انيمال ديسبليجيا دي؟ كلمه توس التوس دي اللي هي السنان، انيميال دي اللي هي الطبقه الخارجيه اللي هي اللي بتحافظ على السنان، طبقه الكالسيوم او الطبقه الكالسيديه كده اللي بتحافظ على السنان. ديسبليجيا يعني تغير فيها، فيخلي السنان شكلها كده، اصبح حضرتك يعني ايه السنان العصب بتاعها باين، او كل الحاجات البيضة دي هي دي الايه التوس انيميال ايه ديسبليجيا. الطبيعي ان السنان اهي، ده السنان الطبيعيه اهو، ان في ماده مغطياها. قال لك لا، في بقى التتراسايكلين بيعمل خلل، فيخلي ايه السنان فيها حاجات باينه كده، ايه العصب بتاعها يبقى باين كده، فالحاجات فدي بتبقى حساسه، فما يعرفش الطفل ده يشرب ميه ساقعه ولا كلام من ده. تمام، ولا ياكل ايس كريم ولا حاجات من ده. ليه؟ لان هتلمس العصب فايه يحس ان هو بيتكهرب كده. تمام، طيب زي الفل كده. طيب نيجي بعد كده بقى للعيله اللي هي الثالثه، العيله اللي بعد كده اللي هي الكلورام فينيكول. تمام، طيب هسال برضه السؤال اللي انا بسالك كل مره، البكتيريا السيتيك ولا البكتيريا السيتيك؟ بكتيريا السيتيك. طيب ترى البكتيريا السيتيك يبقى كده بتمسك في الريبوزوم، طب بتمسك في 50 ولا 30؟ قال لك لا، بتمسك في 50، وبتعمل انهبيشن لانزيم اسمه بيبتيدايل ترانسفيريز، اللي هو بيبتيدايل ترانسفيريز ده اللي هو بيبقى يعني مسؤول في ال 50 سبونت، هو اللي بيكون ايه الريبوزوم، هو اللي بيكون البروتين فيها. تمام، طيب اعرف اسم برضه الانزيم بيبتيدايل ترانسفيريز. قال لك هي بكتيريوستاتيك، بس في حالات، بعض الحالات بتشتغل كبكتيريوسايدر، يعني بتقتل زي ايه؟ قال لك زي الستريبتونيمونيا. تمام، اللي هي بتعمل التهاب في الالتهاب الرئوي، والمنجايتس اللي هي التهابات الاخليه الصحيه، والانفلونزا اللي هي البرد. البرد فيروس، بس بيحصل ممكن يحصل معاه سكندري بكتيريا انفكشن، يجي وجع في الزور كده. فلو حصل كده ممكن استخدم ايه الكلورام فينيكول عشان يمنع السكندري بكتيريا انفكشن، اللي هي الايه الالتهابات اللي بتيجي في الزور في البرد. طيب قال لك هو برود سبيكتر، تمام، يعني مضاد حيوي واسع المدى. قال لك برضه بيدخل الانترو هيباتيك سيركيوليشن، يعني بيدخل الدوره اللي بين الكبد والايه والامعاء. قال لك طب بيتكسر اكيد فين في الكبد؟ طب بيتكسر بايه؟ بالجلوكو يورينيزيشن. تمام، اللي هو فيس 2، اللي هو كنت بعمل ارتباط او كونجوجيشن، بربطه بحاجه اسمها جلوكو يورينيك اسيد. تمام، اهو بعمل له جلوكو يورينيزيشن، اللي هو بربطه بجلوكو يورينيك اسيد، اللي هي الفيس 2 في الميتابوليزم. طيب هو برضه انزيم انهبيتور، يعني خد بالك لو بدي دواء لازم ايه اخفض جرعه الدواء ده عشان ايه ما يعملش توكسيستي. طيب قال لك بستخدمه في ايه؟ في التيفويد فيفر، في الحمى التيفود زي اللي كان الريكيتزيا برضو اللي فوق، والستريبت نيمونيا والانفلونزا والمننجيتس. تمام، زي ما احنا عارفينه. قال لك كمان في الحالات اللي ليها عندها حساسيه في البيتا لاكتام، تمام، اللي هم الناس اللي عندهم حساسيه من البيتا لاكتام اللي هو البنسلين، لو حد عنده حساسيه منه بديله ايه؟ بديله الكلورام فينيكول. طيب
قال لك السايد افكت بتاعته بيعمل بون مارو سبريشن، يعني بيعمل بيبوظ نخاع العظم، تمام، بيخليك نخاع العظم يكون كرات الدم. احنا عارفين ان نخاع العظم ده بيكون كرات الدم البيضاء والحمراء وهكذا، تمام، فبالتالي الشخص ده مناعته تبقى مضروبه، تمام. طيب قال لك كمان جاسترايتس، التهابات في المعده، جاسترايتس التهابات في المعده، انيميا، تمام، وبالذات نوع اسمه ابلاستيك انيميا، يعني الخلايا، احنا عارفين ان كرة الدم الحمراء لازم تبقى مرنة، تمام، علشان ما تتقطعش، يعني عشان هي ماشية دايما، ممكن تمشي النهارده في وعاء دمه واسع، ممكن بعد بكرة تمشي في فيزل ضيق وهكذا، فلازم يبقى عندها مرونة، اللي تبقى فيها زي الاستك كده مرنة، تمام، لو حتة ضيقة تكمل تعمل انكماش، لو حتة واسعة تفرد نفسها وهكذا. طب دي بتعمل ايه؟ تعمل ابلاستيك انيميا اللي هو الكرارة في نيكول. ابلاستيك انيميا يعني كرة الدم الحمراء ما بتعرفش تتكيف، هي حجم واحد، ما بتعرف، فقدت المرونه بتاعتها، فاصبح ان هي لو دخلت في مكان في وعاء دمه ضيق تتكسر، ما تعرفش تشتغل، فبالتالي يحصل انيميا. قال لك كمان بيعمل سوبر انفكشن، عشان هو برود سبيكترم واسع المدى، وخلاص عرفنا حكايه السوبر انفكشن. قال لك كمان تراتوجينيستي، يعني ايه تراتوجينيستي؟ يعني بيعمل تشوهات في الجنين. طب بيعمل ايه؟ بيعمل جراي بيبي سندروم. ايه جراي بيبي سندروم ده؟ من اسمها جراي بيبي سندروم، يعني الطفل كده مولود رمادي، يعني لونه مسود شويه كده او جراي رمادي شويه. ليه؟ اكيد في مشكله في التنفس بتاع الطفل ده، تمام، يبقى في مشكله في التنفس في الجراي بيبي سندروم دي. طيب قال لك كمان هو مش بيدخل الكبد ويتكسر بالكبد، يبقى هيبات توكسيست، يبقى ما ينفعش ادي مع مرضى الكبد، تمام. طيب قال لك بعد كده عندي الانتي ميتابولايتس، يعني الانتي ميتابولايتس دي عيله من عائلات الايه، المايكرولايتس، اللي من عائلات، اسف، الانتي بايوتيك، تمام. انتي ميتابولايتس اللي هو حتى اسمها يعني ما بتخليش الخليه او البكتيريا تعمل ميتابوليزم، تمام، ولما الخليه ما عملتش ميتابوليزم اذا الخليه مش هتعيش، تمام. طيب قال لك ثلاث حاجات، سلفونامايد ودراي تراي ميثوبري والكوتري موكازول، تمام، يبقى السلفونامايد والتراي ميسوبريم والكوتري ميكازول، تمام. طيب قال لك اول حاجه السلفونامايد، قال لك السلفونامايد هسال نفسي بكتيريوسايد ولا بكتيريوستاتيك؟ بكتيريوستاتيك، تمام. طيب قال لك هو من الادويه الانهبيتور، انهبيتور ميتابوليزم، يعني برضو لو هاخد دواء معاه اظبط الجرعه بتاعت الضاد عشان ما يحصلش ايه توكسيستي من الدواء ده. قال لك برضو هقسمهم لشورت اكتنج وانترميديت اكتنج ولونج اكتنج. قال لك الشورت اكتنج اي الاول العلة دي، اي دواء كلمه في كلمه صلفه، وكلمه صلفه يعني في كلمه في سلفر اللي هو الايه الكبريت، تمام، يبقى بيعمل حساسيه. انا كده عرفت اهو ان هو شويه معلومات عنه، ان هو في جروب الصلفه، السلفر اللي هو الكبريت، فهيعمل حساسيه، وان العلاج دي اي دواء في كلمه صلفه، تمام. عندي مثلا الصلفه ديازين، تمام، الصلفه سيس تي والصلفه ميزازول، تمام، دول الشورت اكتنج، صلفه ديازين وصلفه سيستين وصلفه ميزازول. طيب الانترميديت اكتنج، قال لك الصلفه ميزوكزول، تمام، الصلفه ميزوكزول. طب بالنسبه للونج اكتنج اللي هي بيشتغل فتره طويله، قال لك الصلفه دوكزين والصلفه صلازين، تمام، صلفه دوكزين وصلفه صلازين. طيب اعرف برضو الايه الحاجات ايه، او مش كايه كنظر كده، احفظ لك برضو ايه اتنين تلاتة، عشان لو جه قال لك اكتب 3 دراجز من العيله دي او هكذا، تمام. طيب قال لك خد بالك ان بعض السلفونامايد دول بيستخدموا كاتوبيكال كمراهم، زي السلفادايزين، السلفادايزين اللي هو السلفادايزين الفضه، مرهم مضاد حيوي مشهور جدا، وزي الميفندين، تمام، الميفندين والسلفر سلفادايزين. طيب قال لك الميكانيزم اوف اكشن ايه؟ قال لك الميكانيزم اوف اكشن بتاع العيله دي انها بتروح كومبتيتيف انتاجونست اوف بابا. ايه كنت كومبتيتيف انتاجونست اوف بابا ده؟ ايه البابا ده؟ قال لك البارا امينو بيتوريك اسيد، تمام؟ بتروح تلعب في الفوليك اسيد والبيتريك اسيد اللي هم مهمين في الميتابوليزم بتاع الخليه، وانا مش بقول لك انتي ميتابوليك، فيعني بيلعبوا في الميتابوليزم بتاع الخليه، بيلعبوا في تكسير الغذاء بتاع الخليه. طب لما يلعبوا في البيتريك اسيد والفوليك اسيد كده، الفوليك اسيد والبيتريك اسيد دول من يعتبر دول اللي بيشيلوا الخليه، هم البكتيريا هم اللي بيعملوا التنفس والكلام ده كله، تمام. فانا لما اضربهم اذا انا بوقف الميتابوليزم بتاع الخليه كده، انا بقتل الخليه بكتيريوستاتيك، تمام. يبقى السلفونامايد بيعمل انتاجونست للبابا، وكمان بينهبت الفوليت سينسيز اللي هو حمض الفوليك، تمام. طيب يبقى بينهبت البابا وبينهبت الفوليت سينسيز.
طب في الموقع نيتك قال لك سترونج بايندنج بروتين ادراج، يعني بيمسك في البلازما بروتين او الالبيومين بصوره قويه. حتى انا كنت بقول لك لما كنت بدرس الديستريبيوشن كنت بقول لك من الادويه القويه السلفونامايد والاسبرين، ومن الادويه الضعيفه كان الورفارين. طيب قال لك بيتكسر في الليفر بالاستايليت، تمام، بيحصل له استايليشن، بيتحط له استايل جروب، وبرده هو انهبيتور، يعني انهبيتور ميتابوليزم، يعني لو هاخد دواء معاه لازم اظبط جرعه الدواء ده عشان ما يحصلليش منه توكسيستي. طيب قال لك خد بالك ان السلفونامايد غير فعاله في وجود البص اللي هو الصديد، تمام. طب ليه البص اللي ما يش فعاله في وجود الصديد؟ قال لك لان الصديد بيبقى عنده لارج اماونت اوف بابا، هو الصديد ده مش مليان بكتيريا ومليان انزيمات. قال لك ما هو من البكتيريا ده هتبقى مطلعه فيها كميه كبيره من البابا اللي هو ايه البارا امينو بيوتريك اسيد، تمام. طيب قال لك طب السايد افكت، اول سايد افكت ان هو في مجموعه السلفر اللي هي الكبريتين اللي بتعمل حساسيه سكين راش وهايبر سنسيتيفيتي رياكشن. طيب تاني حاجه قال لك هتعمل هيمونيتيك انيميا، احنا سمعنا الاسم ده قبل كده في الجي 6 بي دي ديفيشنسي اللي هم الناس اللي عندهم انيميا زي انيميا الفول والكلام من ده اللي هو الجي 6 بي دي اللي هو الهيموجلوبين ما بيرضاش يسيب الاكسجين عند الخلايا، فدي اسمها هيمونيتيك انيميا. طيب قال لك كمان جرانيولوسايتوبينيا، جرانيولوسايتوبينيا يعني بتبقى بسبب نقص في الخلايا المناعيه، فبالتالي الشخص ده هيبقى اوردر الامراض. قال لك كمان ثرومبوسايتوبينيا امبيشن توز اتش اي في اللي هو الايه الفيروس، ايه اللي هو اسف اللي هو الايدز، تمام، الفيروس الاتش اي في ده اللي هو الفيروس اللي بيعمل الايدز، يبقى الثرومبوسايتوبينيا اللي هو نقص في الصفائح الدمويه، فالشخص ده ممكن يحصل له نزيف. يبقى معنى يبقى برضه الشخص السلفونامايد لازم اعمله بلاد مونترنج، لازم اراقب الدم بتاع الشخص ده ايه واعمل كل شويه اعمل سي بي سي وصوره الدم للشخص ده، تمام. طيب قال لك كمان بيعمل ابلاستيك انيميا زي ما احنا عرفناها من فوق اللي كانت بتعملها فوق دلوقتي. طيب قال لك كمان من الحاجات المهمه اللي هو بيعملها بيعمل كريستال يوريا، تمام، كلمه كريستال اللي هي كريستالات او حصوات، يعني بول، تمام، بيعمل كيدني ستون، بيعمل حصوات في الكلى او في البول، تمام. ولذلك لازم لما اخد السلفونامايد لازم اخد ميه كتير، ليه؟ عشان ما اديش لما يبقى في ميه كتير ما اديش فرصه للايه للحصوات انها تتكون. حتى الشخص ده عنده حصوه يقول لك اشرب ميه كتير عشان ايه الحصوه دي تنزل، تمام. طيب قال لك كمان من اهم واشهر السايد افكت بتاعته ان هو بيعمل، مش انا قلت لك ان هو بيعمل ريبليس او ديسبليس للادويه او حاجات في البلازما بروتين، ان هو بيمسك في البلازما بروتين فيطرد الحاجات الضعيفه. قال لك في صبغه اسمها البيلروبين، البيلروبين ده صبغه بتنتج في الجسم لما كرات الدم الحمراء تتكسر، كرات الدم الحمراء لما الهيموجلوبين اللي فيها يتكسر الهيموجلوبين يتحول لبيلروبين، تمام. طيب حتى حضرتك لما مثلا تتعور كده تتخبط خبطه كده او يحصل لك كدمه والمكان الكدمه يزرق، ده عشان الهيموليتيك اتكسر وطلع الايه البيلروبين ده. طيب قال لك البتاع اللي هو السلفونامايد ده بيعمل ايه؟ قال لك ان هو بيشيل البيلروبين ده، البيلروبين ضعيف ان هو يمسك في بلازما بروتين فبيشيله من مكانه ويمسك مكانه. طب ايه اللي يحصل؟ يزيد البيلروبين ده في الدم فيعمل حاجه اسمها كران سيتيورس، تمام، اللي هي كران سيتيورس ده قال لك حضرتك دي عباره عن ايه؟ قال لك الكرانسيتيورس دي عباره عن برين دامج، يعني ايه؟ تلف في خلايا المخ، المخ بيتدمر، البلروبين ده من المواد السامه على المخ، فبالتالي لو زادت في الدم هي طول ما هي ماسكه في البلازما بروتين تمام، اول ما تنزل الدم لما السلفونامايد يمسك مكانها ويطردها وينزلها في الدم، اما تنزل الدم توصل للايه؟ للسي ان اس، فتعمل برين دامج خصوصا في النيو بورن في الاطفال، تمام؟ اللي لسه مولودين. طيب كونترا انديكيشن في الناس اللي هي اللي هتاخد السلفونامايد، ما ينفعش ادي ايه للبريجننسي والنيونات عشان ما يعملش الايه الكراتيورس، تمام. طيب قال لك كمان الناس اللي عندها حساسيه شديده زي مثلا اي حساسيه بقى زي مثلا ستيفن جونسون سندروم، دي يعني دي اللي هو ايه ممكن اقول عليها اليرجيك ريأكشن، حساسيه هي عباره عن حساسيه، تمام. قال لك كمان الناس اللي عندها بوم مارو سبريشن علشان هو البوم مارو اصلا ما بيطلعش كرات دم، فالدواء ده بيعمل بلاستيك انيميا بلاستيك انيميا وهيموليتيك انيميا، فبالتالي كده انا بضرب الانيميا بتاعت الشخص ده بالجزمه. وكمان ده كان بيعمل جرانيولوسايتوما فبيقلل كرات الدم البيضاء والحمراء، فما ينفعش الشخص البوم مارو بتاعه وحش وبايظ واديله ايه سلفونامايد هيبوظ الدنيا اكتر.
قال لك كمان ما ينفعش تدير المرضى اللي عندهم حساسيه من الصلفه، ما ينفعش للاسف اخلطه مع دواء كمان بيحتوي على الصلفه. احنا عارفين ان في ادويه كتير بتحتوي على الكبريت، زي مثلا واضرب لك امثله هنا، السلفونامايد والكابتوبريل. الكابتوبريل ده من ادويه الضغط، والسلفونايل يوريا برضو من الادويه اللي فيها سلفونامايل، من الادويه اللي فيها سلفا اسف، والكوتروميكازول اللي احنا لسه هنتكلم عنه كمان شويه اللي هو من الصلفه، تمام؟ فما ينفعش تدي السلفونامايد مع ادويه من الادويه دي. ما تحفظش اسماء الادويه دي، مش محتاجها، تمام؟ طيب قال لك الاستخدامات، الاستخدام بتاعته بكتيريوستاتيك، تمام؟ وبيستعمل كمان السلفونامايد بيستعمل كاي انفكشن، تمام؟ اللي هو ايه، لو حد عنده عدوى في عينه مثلا، عدوى بكتيريا في عينه، او عمل مزرعه على عينه فلاقى فيها بكتيريا، ممكن ياخد الايه، حاطط انا السلفونامايد ده في قطره وحطه كمان في مرهم للعين، فبالتالي ممكن يعالج الاي انفكشن اللي هو العدوى بتاعت العين. طيب قال لك كمان السلفر، سلفادايزين والميفندين اللي انا كنت بقول لك ان هم بيستخدموا كتوبيكال كريم في البيرنز، تمام؟ مضاد حيوي في حالات الحروق والعدوى البكتيريه، يعني حضرتك متعور وحصل بكتيريا او حصل التهاب، حصل اسف عدوى بكتيريا، ممكن تستخدم ايه، السلفادايزين في الضاد، تمام؟ طيب قال لك خد بالك ان السلفونامايد مع الكلوروكوين بيستخدموا في علاج الملاريا. الملاريا احنا عارفين حضرتك من سنه وعارف حضرتك الملاريا، فانا بستخدم السلفونامايد واخلطه مع الكلوروكوين، ده دواء بيستعمل في علاج الملاريا، تمام؟ الكلوروكوين والملاريا والسلفونامايد دول بيستخدموا في علاج الملاريا. طيب قال لك السلفادايزين والبراي ميسامين دول بيستخدموا في علاج التوكسوبلازما، انا قلت لك قبل كده وذكرنا التوكسوبلازما من شويه، تمام؟ طيب قال لك كمان السلفادوكسين، السلفادوكسين ده بيستخدم في الانفلاماتوري بويل ديزيز. يعني ايه انفلاماتوري بويل ديزيز؟ قال لك الالتهابات بتاعت الجهاز الهضمي، بويل ديزيز اللي هو القولون، يعني التهابات القولون، السلفادوكسين بيستخدم في علاج امراض القولون. طيب زي الفل. بعد كده بقى تاني نوع من انواع الانتي ميتابوليك اللي هو الايه، التراي ميسوبرين، تمام؟ التراي ميسوبرين ده بكتيريو ستاتيك ولا بكتيريو سايدر؟ بكتيريو ستاتيك، تمام؟ بيروح يدمر انزيم اسمه، بيعمل مثلا انزيم اسمه الداي هيدروفوليت ريدكتيز، تمام؟ برضو بيأثر على الفوليك اسيد، تمام؟ احنا كل مشكلتنا ان احنا عايزين نوقف الفوليك اسيد ان هو يتكون، اللي هو الحمض الفوليك ان هو يتكون، فالعب بقى في اي حاجه المهمه ايه، امنع ان الفوليك اسيد ده يتكون. طيب قال لك خد بالك ان هو بيزود كونسنتريشن ان بروستاتا اند فاجينال فلويد، يعني بيزيد تركيزه في امراض البروستاتا، في بيتركز في البروستاتا وفي الفاجينال اللي هو المهبل، تمام؟ في السوائل بتاعته. طيب قال لك طب انا ممكن استفاد من الحته دي ازاي، ان انا اعالج بالتهابات البروستاتا والتهابات والعدوى اللي بتيجي في الايه، في اليورينري سيستم، تمام؟ او استخدمت في علاج البروستايتس اللي هي التهابات في البروستاتا واليورينري تراكت انفكشن اللي هي العدوى بتاعت الجهاز البولي. قال لك كمان ان هو بيعمل ميجالوبلاستيك انيميا وهايبر كاليميا، يعني بيزود نسبه البوتاسيوم في الدم، تمام؟ وبيعمل الانيميا اللي هي الميجالوبلاستيك انيميا. طيب قال لك اخر نوع من الانواع الانتي ميتابولايت اللي هو الايه، الكوتريميكازول، تمام؟ الكوتريميكازول او الكوتريميكازول قال لك ده بيبقى عباره عن فيكس دوز، يعني ايه؟ يعني جرعه ثابته، بتبقى كومباينيشن بين ايه، بين التراي ميزوبرين اللي كان قبله والسلفا ميزوكزازول، تمام؟ السلفا ميزوكزازول اللي هو كان من السلفونامايد، بخلط الاثنين مع بعض، يبقى بخلط واحد من السلفونامايد وبنعمه اللي هو التراي ميزوبرين، بخلطهم الاثنين مع بعض بنسبه 5:1، يعني ده 5 وده 1، تمام؟ طيب قال لك طب هيشتغل بكتيريو سايدر ولا بكتيريو ستاتيك؟ قال لك لا، الاثنين مع بعض هيشتغلوا كبكتيريو سايدر، تمام؟ بيقفل تصنيع الفوليك اسيد، الفوليت سينسيز، بيمنع تصنيع الفوليك اسيد اصلا، تمام؟ بكتيريو سايدر بيقتل البكتيريا عن طريق ان هو بيمنع، بيوقف تصنيع الايه؟ الفوليك اسيد. طيب قال لك الكوتريميكازول ده دراج اوف تشويس فور بريفنشن اند اريكس اوف نيوموسايت جروفزايد، النيوموسايت جروفزايد دي، قال لك دي حضرتك ده فطر، اسمه فطر اللي هو الجروفزايد ده اسمه فطر، تمام؟ فطريات زي البنسلين وزي غيره، تمام؟ الفطر ده ممكن يعمل عدوى في الجهاز التنفسي في الرئه، نيموسايتس يعني التهابات في الرئه، تمام؟ الفطر ده بيعمل التهابات في الرئه، فمين اللي يقدر يعالجه ويمنعه؟ قال لك الكوتريميكازول. طيب
انت تعرف ان الشخص ده عنده نيموسيستايتس، ده لو لقيت ان الخلايا بتاعت ان كميه الفطر اللي موجوده اكتر من 200 مللي، تمام كده اعرف ان الشخص ده عنده ايه نيوموسيستايتس. طيب اعرف الرقم عشان لو جابوا لك في ام اس كيو ولا حاجه، بس يعني نادرا يعني ما يجيبوا في الكلام ده يعني. طيب قال لك كمان بستخدمه في الرينال تراكت انفكشن والريسبيراتوري تراكت انفكشن. اهو انا قلت لك من شويه زي اللي فوق، اللي فوق كنت بستخدمه في الرينال تراكت، وده بستخدمه في الايه في الريسبيراتوري تراكت، فبستخدمه اللي بستخدمه في الريسبيراتوري تراكت واللي هو التنفسي والبولي. طيب قال لك بعد كده حضرتك الفلوروكوانيلونز، تمام دي عيله برضو من من الكيموثراب الفلوروكوانيلونز. قال لك اربع اجيال، اول جيل نور فلوكساسين ولومو فلوكساسين. الاول هي اي حاجه فيها كلمه فلوكساسين، تمام. طيب نور فلوكساسين واللومو فلوكساسين. طب السكند جنريشن اشهرهم واشهر ما في العيله كله السايبرو فلوكساسين، وعندي اوفلوكساسين، تمام، بس اشهر واحد اللي هو ايه السايبرو فلوكساسين. طيب بعد كده حضرتك قال لك الثيرد جنريشن، قال لك الليفو فلوكساسين برضو ده من الادويه المشهوره، والجاتا فلوكساسين والصبرا فلوكساسين، طيب والبيفلوكساسين. طيب الفورست جنريشن الموكس فلوكساسين والتروفاك فلوكساسين، واعرف له برضو التروفاك فلوكساسين ده كمان، تمام، لانه من الادويه المهمه وعليه حاجات وعليه ملحوظات تحت. طيب اعرف له بس واحد اللي متعلم عليه بزرق والتروفاك فلوكساسين. طيب قال لك بعد كده الفارموكينيتيك بتاعته، قال لك ان هو بيتاخد بعد الوجبات، تمام، وهو انزيمات انزيم انهبيتور، يعني خد بالك وانت بتدي برضه مع ادويه هيقلل الميتابوليزم بتاعها. قال لك جود اورال بايوفيلتي، يعني بيتاخد عن طريق الاورال عادي. قال لك الليفوفلوكساسين والاوفلوفلوكساسين دول الاثنين بيطلعوا عن طريق الكدني، تمام. طيب اللي بالنسبه للسابروفلوكساسين والسيبروفلوكساسين الاثنين بيطلعوا من الليفر والكدني الاثنين مع بعض. طيب قال لك كمان البيفلوكسازين والموكسيفوكلازين والتروفافوكلازين فلوكسازين الثلاثة دول بيدخلوا في بيتكسروا بيطلعوا بالهيباتيك، تمام. يبقى احنا كده عندنا اتنين بيطلعوا بالكدني اللي هم ايه الليفوفلوكسازين والأوفلوكسازين. طيب اتنين بيطلعوا بالكدني والليفر الاتنين مع بعض زي مين؟ زي السابرافلوكسازين والسايبروفلوكسازين. طيب اتنين تلاتة بيطلعوا من الكبد اللي هم بفلوكسازين والموكسيفلوكسازين والتروفافلوكسازين. طيب قال لك بعد كده حضرتك ان الدوز اوف فلوروكوانيلونز ار ادجاسنت تو اول ديزيز اوف رينال اكسبت البفلوكسازين والموكسيفلوكسازين والتروفافلوكسازين. يعني ايه؟ يعني حضرتك ان انا محتاج اظبط الجرعات بتاعت الفلوروكوانيلونز في كل الامراض ما عدا في امراض الكلى اسف، تمام، ما عدا ثلاث حاجات اللي هم دول. طب يعني ذلك ان الثلاثه دول ايه سيف على الرينال، امنين على الكلى، تمام، لان انا مش محتاج اظبط الجرعه فيه. طيب اللي هم ايه؟ اللي هم البيفلوكسازين والموكسي فلوكسازين والتروفا فلوكسازين، تمام، الثلاثه دول بيعملوا بيبقوا امنين على الكلى. طيب قال لك التروفا فلوكسازين ده اكتر برود سبيكترم، تمام، هاز برود سبيكترم واكتر تي هاف، يعني التروفا فلوكسازين هو اطول اسم فيهم اهو، فبالتالي هو اكتر واحد بيشتغل فيهم، بيشتغل على مدى واسع وعنده ماكس تي هاف، تمام. طب بالنسبه للسايد افكت، قال لك اول حاجه تريتوجينست. طيب قال لك بيعمل كارتر الدمج في الاطفال، تمام، يعني بيدمر الغضاريف. قال لك كمان كوز اخيلس تندون رابشر جوينت ايروجن تندونز، تمام، يعني ايه؟ يعني بيعمل اخيلس تندون ده اللي هو وتر اخيل، الوتر اللي هو رابط الكعب بالسمانه، تمام، ده اللي هو الوتر اللي بيخليك تتحرك. هو حضرتك بيعمل التهابات في الوتر ده تنتونايتس، تمام، بيعمل التهابات في الوتر ده، في الوتر ده ممكن يتقطع، فبالتالي الشخص ده ما يعرفش يمشي، تمام، يبقى هو بيعمل اخيلس تندون رابشر. طيب قال لك بالنسبه للسابروفلوكسازين والجاتا فلوكسازين بيعملوا كيوتي برولنجيشن، برضه هجمع لك الادويه كلها اللي بتعمل كيوتي برولنجيشن في المنهج، وهكتب واعملها لك في ورقه كده ورقه تجميع كده، هتظبط معاك الدنيا ان شاء الله. طيب قال لك بعد كده الفلوروكوانيلونز دي بتزود البلازما كونسنتريشن اوف الميسايل زانسين زي السايفيلين والامينوفيلين. السايفيلين والامينوفيلين دول بيرفعوا الضغط اللي هم اللي موجودين في الكافيين، تمام، الكافيين بيرفع الضغط ليه؟ عشان في سايفيلين وامينوفيلين، فبالتالي الفلوروكوانيلونز بتزود تركيز الجسم من بتزود التركيز بتاع الميثايل سنسين في الدم. طيب
قال لك خد بالك ما ينفعش اخد فلوروكوينيرونز مع النصايدز. النصايدز اللي زي ايه؟ زي الاسبرين وزي زي الاسبرين، تمام؟ احنا عارفين الاسبرين نونوسايدز. طيب قال لك ما ينفعش ادي الفلوروكوينيرونز مع النصايدز. ليه؟ لانها بتزود السي ان اس توكسيستي، تمام؟ طيب بتدمر السي ان اس. قال لك كمان التروفا فلوكسازين ده هيباتيك توكسيستي، يعني بيدمر الكبد. يعني لو شخص عنده مريض كبد ما ينفعش اديله ايه؟ تروفا فلوكسازين. ليه؟ لانه كان بيتكسر في الكبد، تمام؟ او بيطلع من الجسم عن طريق الكبد. طيب قال لك خد بالك ان الفلوروكوينيرونز كونترا انديكيشن في الابليبس اللي هم مرضى الصرع. كلمه ابليبس اللي هو مريض الصرع، فممنوع عد الفلوروكوينيرونز في مريض صرع عشان ايه؟ السي ان اس توكسيستي دي. طيب زي الفل. قال لك الاستخدامات، قال لك حضرتك النور فلوكسازين ده نارو سبيكترم يورين انتيسيبتيك. يعني ايه؟ يعني بيشتغل على اليورينري سيستم بس، ما بيشتغلش على حاجه ثانيه اللي هو الايه؟ النور فلوكسازين. طيب بالنسبه للليفو فلوكسازين قال لك جود اكتيفيتي اجينست الجرام بوزيتيف اند اتيبيكال مايكرو اورجانيزم سو از بريفيرد ان ريسبيراتوري انفكشن. يعني لو عندي عدوى في الجهاز التنفسي اخد الليفو فلوكسازين. ليه؟ عشان هو بيشتغل على الجرام بوزيتيف، تمام؟ طيب لو عندي عدوى في الجهاز في اليورينري سيستم اخد له نور فلوكسازين. حلو. قال لك كمان السايبر فلوكسازين از يوزد ان التريتمنت اوف انراكسس، تمام؟ الانثراكس ده يعني نوع خطير جدا من البكتيريا اللي بتصيب الايه؟ الجهاز التنفسي، تمام؟ يبقى السايبروفلوكسازين بيعالج الانثراكس اللي هي بكتيريا خطيره بتصيب الايه؟ الجهاز التنفسي، فممكن تموت الايه؟ يعني بتموت حيوانات كتير الايه؟ الانثراكس دي. طيب قال لك الفلوروكوينيرونز افكتيف في التي بي اللي هي التبركولوزيس. ايه التبركولوزيس؟ اللي هي المرض السل او الدرن، تمام؟ السل او الدرن. الفلوروكوينيرونز فعال في علاج التبركولوزيس، تمام؟ طيب قال لك كمان السايبروفلوكسازين از يوزد ان علاج التيفويد فيفر. برضو دي ثالث مره التيفويد فيفر تتذكر، وهجمعها لك برضو وابعتها لك، تمام؟ سايبروفلوكسازين بيستخدم في علاج التيفود. طيب قال لك كمان العيله دي بتعمل كبروفلاكسيس اوف نيوتروبينيك بيشنت. الناس اللي عندهم نقص في كرات الدم البيضاء او الخلايا المناعيه الفلوروكوينيرونز بتحميهم من الامراض، تمام؟ من العدوى يعني، تمام؟ طيب قال لك كمان السايبروفلوكسازين يوزد از اي دروب، يعني كقطره للعين، زي السفرميد لما كنت بعبيه في العين، تمام؟ في قطره وهعمله للعين. طيب قال لك بعد كده من اشهر واهم العائلات اللي موجوده عندي برضو في المنهج الامينو جلايكوزايد، تمام؟ امينو جلايكوزايد. طيب هو بكتيريوسايد ولا بكتيريوستاتيك؟ لا بكتيريوستاتيك. طب يبقى طالما بكتيريوستاتيك يبقى هيمسك في مين؟ هي ال 30 ولا 50؟ قال لك هيمسك في ال 30. بايندينج تو 30 ريبوزوم كوز مس ريدنج اوف السنجر ار ان اي، تمام؟ يبقى مش هيخلي الجسم يعرف مش هيخلي البكتيريا تترجم البروتين، فهيوقف تصنيع البروتين. طيب زي الفل. قال لك طيب زي ايه الامينو جلايكوزايد دي؟ قال لك زي ستريبتومايسين، اي حاجه فيها كلمه مايسن برضو، تمام؟ ستريبتومايسين، غنتامايسين، اميكاساين، تمام؟ دول اشهر ثلاثه هعرفهم، وفي كانامايسين ونتلامايسين وبارمومايسين والكلام ده كله، بس الدكتور ايه؟ قال لك الثلاثه دول اهم ثلاثه. طيب قال لك هو بيشتغل كبكتيريوسايدال، اسف، تمام؟ بيشتغل كبكتيريوسايدال رغم ان هو برضه بيوقف البروتين سينثيز، بس هو بيشتغل بكتيريوسايدال. طيب زي الفل. قال لك هاف لونج بوست انتيبيوتيك افكت. يعني ايه لونج بوست انتيبيوتيك افكت؟ يعني مضاد حيوي قوي بيفضل شغال فتره طويله، ولذلك هديه مره واحده في اليوم بس سنجل لارج دوز، تمام؟ طيب قال لك الامينو جلايكوزايد بيتاخد في الخلايا اللي بتعتمد على الاو 2، بيعتمد على الاو 2 ترانسبلانتيشن، يعني بيعتمد على البكتيريا الهوائيه. يبقى هو الامينو جلايكوزايد ده مش هيستخدم غير على الخلايا اللي بتعتمد على الاكسجين، الخلايا الهوائيه. طب لو عندي بكتيريا لا هوائيه هل هينفع ده امينو جلايكوزايد؟ لا، او ان اكتف اجينست الانيروبيك، تمام؟ طيب زي الفل. طيب بالنسبه للفارماكوكينيتيك قال لك هو بيمتصخ ايه؟ اورال ولا بيكروس البلين بارير، ودي مهمه. قال لك بيطلع عن طريق الكدني. طيب قال لك الاميكاساين والنتلامايسين دول بيستخدموا في الامينو جلايكوزايد ريزيستنس، تمام؟ يعني الدوين دول قويين في الامينو جلايكوزايد ريزيستنس. يعني لو حضرتك عيله الامينو جلايكوزايد كلها حصل لها ريزيستنس، اللي يعالجها الاميكاساين والنتلامايسين اللي هم الاثنين من العيله برضو، تمام؟ بس دول اقوياء شويه. قال لك زي ار نوت اكتيفيتد باي انزيم، يعني ما بيتكسروش بالانزيمات اللي البكتيريا بتطلعها.
طيب بالنسبه للاستخدامات، قال لك الستريبتومايسين از ذا فيرست دراج لاين ان تريتمنت اوف التي بي والبلاج اللي هو السل والطاعون. طيب الستريبتومايسين ده اهم دواء في التي بي، تمام. طيب قال لك الاميكامايسين الاميكايسين ده بيستخدم كسكند لاين ان تريتمنت اوف تي بي، تمام. يبقى الاولاني الستريبتومايسين والثاني ايه؟ الاميكاساين. طيب قال لك الجنتامايسين والاميكاساين الاثنين افكتيف اجينست الجرام نيجاتيف، تمام، يعني بيشتغلوا على الجرام نيجاتيف. طيب قال لك التوبرامايسين بتستخدم في علاج السودوموناس، تمام. طيب قال لك النيومايسين بيستعمل كتروبيكال لانه عنده النيفروتوكسيستي، يعني ما ينفعش النيومايسين ده برضه مضاد حيوي مشهور مرهم، تمام، بس ما ينفعش اديه حبوب عشان بيعمل نيفروتوكسيستي فبستعمله كمرهم. طيب قال لك في نيومايسين بستعمله في حاله واحده، تمام، هو الاورال نيومايسين جيف فور جاد استريلايزيشن انهيباتيك انكيفالوباسي، يعني ايه؟ يعني بستعمله علشان يعقم لي الجهاز الهضمي في حالات ان الكبد بتاعي بايظ، تمام. الكبد طبعا بايظ فما بيتخلصنيش من السموم وفي بكتيريا وفي انفكشن وحاجات كتير جوه الجهاز الهضمي، فاديله اورال نيومايسين يعمل لي استريلايزيشن يعقم، تمام. طيب قال لك برده السبكتروميسين بيستعمل كسنجل دوز، تمام، علشان يعالج النيسيريا جنورية دي برضو من الحاجات اللي بتستعمل من الامراض اللي من البكتيريا اللي بتنقل الامراض الايه الجهاز التناسلي، تمام. برضو زي ما قلت لك ما تعرفش اسماء الادويه مش مهمه قوي. قال لك نيومايسين از يوز تو استرايل بور بفور سيرجري، خلاص قلناها. طيب بالنسبه للسايد افكت قال لك اوتو توكسيستي، تمام، يعني بيخلي الشخص ده ما يسمحش تاني، بيبوظ السمع وبيبقى ريفرسبل، تمام، يعني خلاص بيضرب السمع بلا رجعه، تمام، ما عدا النيتيلامايسين بيبقى قليل شويه، تمام، زي الفل كده. يبقى الاوتو توكسيستي دي ريفرسبل، يعني هيضرب هيبوظ السمع بتاع الشخص ده، الشخص ده مش هيسمع تاني. قال لك بس وبالذات الستريبتومايسين، تمام، لكن النيتيلامايسين ده اقل واحد بيعمل ايه؟ بيعمل الاوتو توكسيستي. قال لك كمان بيعمل نيفروتوكسيستي، يعني بيبوظ الكلى. طيب قال لك بس النيفروتوكسيستي بتاعه ريفرسبل، يعني لما بطل الدواء هيرجع طبيعي تاني الكلى، تمام. قال لك والستريبتومايسين اللي كان اكتر حاجه بتعمل اوتو توكسيستي هيبقى اقل واحد بيعمل نيفرو ايه توكسيستي. طيب قال لك كمان العيله دي بتعمل انهيبيشن ريليز بتاع الاستايل كولين، تمام، يعني هيمنع خروج الاستايل كولين. طب الاستايل كولين كان بيعمل ايه؟ كان هو اللي مسؤول عن حركه العضلات، فبالتالي هيعمل نيورو ماسكولار بلوك، تمام، هقفل الشق الشبك العصب العضلي فمش هيشتغل، لان الاستايل كولين مش هيمسك في مش هينتقل من العصب يمسك في العضله فينقبض العضله، لا، فبالتالي كده العضله مش هتنقبض، فبالتالي هو ممنوع في الناس اللي عندها مايسينيا جريفز. انا قلت لك المايسينيا جريفز ده اللي هو الوهن العضلات، العضلات بتاعت الشخص ده دايما في حاله ارتخاء، في حاله ريلاكسيشن، فانا ما ينفعش ادي الواحد عنده مايسينيا جريفز اديله حد من عيله الايه؟ حد ستريبتومايسين او الكلام ده كله، ليه؟ عشان هو بيعمل انهبيشن اوف ريليز اوف الاستايل كولين، ولذلك بيسبب نيورو ماسكولار بلوك، بيمنع العضله انها تنقبض. قال لك وبالذات النيومايسين والستريبتومايسين. طيب بعد كده في حاجة تانية بقى، احنا كل اللي فات ده احنا كنا عمالين نقسمه، نقسم العيلة، الدواء ده تبع العيلة كذا، الدواء ده تبع العيلة كذا. في بقى حاجات انتي بايوتكس احنا مش عارفين نقسمها، يعني احنا مش عارفين نصنفها، هل هي انتي بايوتكس ولا هل هي حاجة تانية؟ يعني ايه انتي بايوتكس وحاجة تانية؟ يعني مش انتي بايوتكس بس. أول حاجة ما قال لك مثلا المترونيدازول، المترونيدازول ده اللي هو حضرتك الفلاجيل، الفلاجيل اللي هو بتاع الديداء، هو انتي بروتوزوال اللي هو بروتوزوال اللي هي الديدان، فهو مضاد للديدان، ولكن في نفس الوقت ان هو بيشتغل كبكتيريوسايدال على الجرام نيجاتيف، تمام، الجرام نيجاتيف كوليستريديوم. الكوليستريديوم من اسم برضو بكتيريا، انت عارف ان جرام نيجاتيف كوليستريديوم وخلاص، يبقى هو بالاضافه لان هو انتي بروتوزوال هو كمان بكتيريوسايدال، تمام. طيب قال لك هو دراجو في تشويس اوف سودوممبرينس كولايتس، يبقى احنا خدنا ياما برضو سودوممبرينس كولايتس حجم حملك برضو ان شاء الله. يبقى الدراج في تشويس اوف سودوممبرينس كولايتس هو المترونيدازول، يفكرك ان المترونيدازول ده اللي هو الفلاجيل فبينزل البطن فبينزل الامعاء، فبالتالي هو اللي يعالج الايه السودوممبرينس كولايتس اللي هو موجود في الايه في القولون ده. طيب قال لك بالنسبه للسايد افكت بتاعت المترونيدازول، قال لك السايد افكت ميتاليك تيست، يعني بيبقى فيه كده طعم تحس بقك انت واكل، تحس بطعم ايه معادن كده وطعم مر كده، يقول لك الدواء طعمه مر، حتى الشوربه اللي هي بتاعت الديدان يقول لك ايه طعمها مر، مر ليه؟ عشان الميتاليك تيست ده مش السايد افكت بتاعه. طيب قال لك نوزيا ابدومينال كرامبز، يبدا الشخص ده يجي له انتفاخات وكلام من ده، تمام، ودايسلفير ايم لايك رياكشن اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، اذا
مره اللي هي بتاعت الكحول، الناس اللي بتبطئ اللي بتشرب كحول بيجي لها نوزيا وفوميتنج وايه ودايريا والكلام ده كله والهيديك والكلام ده كله. طيب قال لك كمان بوتنشيشن الافكت اوف ورفارين، يعني ما ينفعش ادي الورفارين مع المترونيدازول، ليه؟ هيزود الافكت بتاع الورفارين فيدخل الشخص ده في بليدنج. احنا عارفين ان الورفارين من ادويه السيوله. طيب قال لك كمان في عيله اسمها البوليميكسين، تمام؟ البوليميكسين ده بيشتغل على ايه؟ بيشتغل على الجرام نيجاتيف باسيلار وبكتيريوسايدال. بكتيريوسايدال يعني بيقتل الجرام نيجاتيف باسيلار. طيب البوليميكسين ده قال لك نو ابزوربابل، يعني ما بيمتصش، ما بي... الجسم ما بيعرفش يمتصه وبيبقى هاي توكسيك، سم جدا، وبالتالي ما ينفعش استخدمه غير توبيكال موضعي. يا اصل دواء لا بيمتص ودواء سام، هستخدمه ليه غير هستخدمه ازاي غير مرهم توبيكال؟ تمام، هو بيشتغل على الجرام نيجاتيف. طيب بعد كده الفيوسيديك اسيد، تمام، يفكرك من مرهم الفيوسيدين برضو مضاد حيوي. الفيوسيديك اسيد ده نارو سبيكترم، بيشتغل على الجرام بوزيتيف بس، يبقى البوليميكسين بيشتغل على الجرام نيجاتيف، الفيوسيديك اسيد بيشتغل على الجرام بوزيتيف. طيب قال لك برضو بيستعمل توبيكال، تمام، بيتاخد مرهم برضو فور ستافيلوكوكس انفكشن، هو توبيكال وخلاص، ده اي عدوى جرام بوزيتيف. طيب قال لك بعد كده عندي النيفوتاكسمايد، تمام، النيفوتاكسمايد او الانتينال، النيفوتوكسازايد ده او الانتينال، الانتينال اللي هو بتاع الاسهال اللي احنا عارفينه كلنا، اللي هو ايه اسمه العلمي النيفوتوكسامايد، تمام. طيب توكسازايد تمام، نيفوتوكسازايد قال لك هو بيشتغل على الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف، تمام، بوزيتيف ونيجاتيف. طب احنا بنستخدمه ايه؟ بنستخدمه في الاسهال، يبقى هو انتستاينال انتيسيبتيك اندايري، يعني مطهر معوي في حالات الاسهال، حتى هو مكتوب عليه مطهر معوي. طيب قال لك وبورلي ابزوربد، يعني ما بيمتصش كويس، تمام. طيب قال لك اخر حاجه معانا بقى في الشابتر ده اسمه البكتراسين، احنا خدناه قبل كده وعرفنا ان هو من السيرول انهيبيتور، تمام. قال لك البكتراسين ده بيشتغل على الجرام بوست وبيستعمل كتوبيكال عشان بيعمل نيفروتوكسيست، ما ينفعش ياخده اورال عشان بيعمل نيفروتوكسيست، فباخده توبيكال بس، توبيكال بس اللي هو ايه مرهم بس، تمام. احنا كده خلصنا الشابتر بالكيمو سرابي، هبعت لك برده شويه تجمعات ان شاء الله تسهل عليك الشابتر، ذاكر الفيديو ده مره واثنين علشان ايه يسهل الدنيا معاك. وبالتوفيق، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.